استريحي الربع الحين فقرة الجد. جميلها شباب اللي مو استريح يا شباب اجلسوا. اللي مو متواجد خلال 60 ثانية بيتم الخصم عليه. الحسابة تحسب 60 ثانية بيتم الخصم عليه. الآن فقرة رسمية وراكم برايم. عندي كلمة ممكن تستريح. استريح اللي يطبخ يخصم عليه وينحرم من الفقرة. استريحوا شباب بدون صوت بدون صوت. في نجم ودعنا الأسبوع الماضي حسان بن دابس نسمع له تحية. حسان نجم مثل ما كان فقده عليكم صعب ترى كان فقده علينا صعب حنا كمقدمين لأني أنا حاسب شعوركم كلكم في البرايم. فرسالتي لحسان أنت نجم وابن هذا الكيان اليوم ودوم. كيف أول يوم رمضان يا الربع؟ ها؟ حسيتوا بتعب عطش شيء؟ أجل فالكم التوفيق. زياد كيف شفت البرنامج؟ مشرف حلو حلو. طيب يا شباب نبي كلنا نجتمع هنا نبي نجتمع كلنا هنا جاهزين؟ طيب الربع وش أكثر شيء فقدتوه بعد ما طلع حسان؟ أبي أخذ من كل واحد كلمة عن حسان. نبدأ من عبد الله. تستاهل عبد الله. عبد الرحمن هذا قبلت البرنامج وفقدناه كلنا والله ما به رجال منا الا ما فقده. يستاهل ولا فراغ كبير بيننا لكن اللي نقول ان الله يحفظه ويستر عليه ويوفقه يجعل فاله التوفيق. اللهم امين. اللهم امين. لبيك يا ابو انا سميت حسان قبلت النسخه. يستاهل قبلت النسخه لانه ملك كل رجال فينا باحترامه ويفرض عليك احترامه. وكسرنا والله طلوع حسان ولكن الطريق قدامه والله يوفقه ويسر اموره ان شاء الله وعاد لا لنا به لقاء ثاني ان شاء الله. وهذه آلية برنامج يعني وهذه آلية برنامج ولكن في الختام بتجتمعون ان شاء الله كلكم سوا. محمد امسي على اخوي حسان واقول حسان عنده كاريزما خاصه فيه وعنده قبول يقول الله سبحانه وتعالى. ثقت في حسان. حسان من الناس اللي يذكر للصلاه يعني اكثر واحد كان صحيني من نومي حسان الله يوفقه ويستر عليه. صباح حسان هو نجم يستاهل. حسان سلطان والله مثل ما قالوا ارفعوا لي صوت الشباب في المايك. حسان سموها الشباب قبلة البرنامج وفقده كبير والله علينا بس سهل. الله يوفق ان شاء الله قدام الطريق ان شاء الله. اللهم امين. فؤاد والله يطول بعد سميته قبله وعنقود البرنامج. عنقود البرنامج يستاهل. عنقود البرنامج ذكرتني بوازع على هشام المقدم نسمع له تحيه. يستاهل يستاهل. فيصل ابي شيء جديد يا الربع غير قبلة البرنامج. وش شفتوا في حسان؟ حسان والله شفنا فيه انه حريص حتى على اخوياه من ناحيه الخصم. حلو هذا واحد. انا تجمعني معرفه فيه اخو سلطان امسي عليه بالخير سلطان بن دابس. نعم حسان احصان وسلطان احصان ومسي عليه من هذا المنبر والله يوفقنا ويوفقهم ويستاهل كل علم طيب. متعب اقول اول شيء قبل اقول شيء الله يوفق ان شاء الله. انا احب الرجال اللي قلبه في الصلاه ولا ينخاف عليه والله يوفقه ان شاء الله. اللهم امين. عبد الله مرحبا وسهلا. امسي على حسام بكل خير وشاهد الله ان ملكنا بطيبه وتواضعه ورزانته رغم صغر سنه يمكن اصغر واحد لكن هو كبير قدر ريال رزن وهادي وريال هب ثريق. يستاهل اجه له اكبر تحيه شاهد علي. الله يستاهل على حسام بالخير. اللي فقدته حسان دائم اذا خلص البث اروح انا اصب فراشه وفراشه جنب فراشه اسولف انا يا دان انت ما سويت كذا يقول انت ما سويت كذا ليه ما طلعت اليوم ليه ما سويت إيه؟ انت ما تبدي هذه ما هي بشخصيتك علي طلع شخصيتك ينصحني تحت البث هذا اللي يقول زياد. مرحبا ومسهلا ابو شبيب. اول شيء فاسلم على اخوي الغالي حسان. شخص محترم شخص يفرض عليك احترامه شخص يا اخي يصفط الخير لاخويا كلهم.
هذا من طيبه وطيبكم تستاهلون. الله يطول عمرك. مشرف. مسي على اخوي حسان. لا تذن يا ويك تذن، ترانا اليوم بذن. اقول خلاص اليوم سبقون على الخير. اقول خلاص راح اذن اليوم، يلا ما عندك مشكله. وانا وعدته اني ان حساباتي كلها فدا له، هو الشباب كلهم من طيبكم. وامس اول والله مع اني مشغول امس عندي تدشين وكذا والفقرات وكذا اللون، اول ما فتحت جوالي على طول رحت راسلته وسلمت عليه ونشرت حسابه على طول لاني واعده. من طيبك، بيض الله وجهك. عبد الله. وان شاء الله نحب نتقابل احنا وياه وبيجينا في القناه ان شاء الله. وحب اوجه له السلام من مكان ذا. يستاهل. عبد الله. ايش حاب تقول صديقك حسان، اخوك حسان؟ طيب ريان خالد. حسان من هذا المنبر، الله يا حسان انا قلتها لك، قلت ترى عندك اخوي ولا يهونون العيال. ولا وحسان والله ثم والله اني عندي واحد من اخواني وان بيني وبينه مزح وكلام طيب، وانا ما شفت منها الا الخير، شفت انه اول ما يقوم للصلاه وينصحنا للصلاه. واحب اوجه له سلامي من هنا وان شاء الله نتلاقى على خير. يستاهل. مبارك. انا بقول شيء في حسان حاجه واحده صراحه ما شفتها في غيره. يا اخي هو صغير السن، والله اني ما بعد شفت اكبر من عقله، ما شاء الله تبارك الرحمن. يستاهل ما شاء الله عليه. والله انه ملكنا باحترامه وتقديره ومعرفته، واقول الله يوفقه في دنياه وفي اخرته. اللهم. وهذه بدايه خير. بإذن الله. الله يوافقه ومسي عليه بالخير ومبارك له بالشهر. حمد. حبيت تمسي عليه بالخير ويعطيه العافية، وللحين ترى فاقدينه الصراحة. صدقنا الصغير عمر بس كبير قدر. صح. وهو أخونا الصغير، فتحت البث يصير فيه مواقف وضحك، ففقدت الشيء هذا بشيء بسيط. فحابين نقول إن شاء الله وعدنا إن شاء الله في الكويت، لا طلعنا إن شاء الله. بإذن الله. وهو موعدني ترى، موعدني. لا ان شاء الله على فكره ترى موصيني يسلم عليكم جميعا. الله يسلمك. انتم تستاهلون. سالم. بالخير. حسان من بدايه التصفيات اول شخص عرفته من التصفيات حسان، كان بيني وبينه معرفه من ايام التصفيات. حسان انا اقول الله يبيض وجه ابوك وامك على هذه التربيه، الله يبيض وجهك على هذه الصوره اللي نقلتها عن بني عمك والبيت اللي طلعت منه، لدرجة ان علومه طيبة عندي انا يا اخوه ايام التصفيات وايام الدعم المادي صوت لي وهو في حاجة الرياض. بيض الله وجهه. هذا حسان. فحسان يطول عمر السلامة، احنا فقدناه يا اخوانه كلنا. الله يوفقه وحنا حاضرين باي شيء يحتاجه من لوازم الحياة، لا حسابات، لا مال، لا وقفة، حنا حاضرين. إن اقولها وانا ملزوم بكلمتي واعرف ايش اللي في خط الخواني. اما اي بالله. اما من ناحيه فقد حسان اي والله الحين فاقدينه ولا زلنا فاقدينه. ان شاء الله ما تفقد. جعل ربي يجمعنا ان شاء الله على خير. حسان باذن الله. محمد. وجهك ان شاء الله. اول شيء امسي عليه بالخير ابو دابس. والله له فقده كبيره. انا من الشخص اللي دائما امسك حسان واسمع ذاقته الشعريه، عنده ذاقه شعريه ما هي والله عند احد. وشاعر. وتمنيت والله انه قبل ما يطلع انه قدم اللي عليه وزياده. والله ما قصر، ما بعد تاقلم مع البث. وعز الله بطل 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 وقدامها الطريق ويستاهل. ناصر. مرحبا انت. وش تقول لحسان؟ وين ما راح؟ اللهم امين. والله احنا فاقدينه. واللي في خاطري شيء واجد، واكيد ان اخويا يسبقوني. لكن اللي بقوله يستمر يطول عمره ويدندن. وين ما بغانا فيه على طلقنا يدندن. كفو. مره. شافي. شافي. والله يا طول العمر ما عاد فوق كلام الربع كلام، لكن يعلم الله انه مشتاقين له وان الشوق له مليون، واحنا ان شاء الله بنتقابل. وهو والله مبدع ورغم صغر سنه والله العظيم الا انه كبير عقل وكبير افعال وكبير، وفقدناه يعلم الله، ولكن وهو نجم ونقول له استمر واحنا معك وابشر بالسعد. احنا والله معه هنا وبرا. يبشر بالسعد يبتدي. الله يعطيكم العافية وبإذن الله مشاعركم هذه توصل لحسان، والله أنهم الصين يسلم عليكم بالسلام الكثير. الآن بنبدأ. محسن ما تكلمت. محسن ومسهلا. أول شيء حسان مسيه الخير أبو دابس، والله أنه يوفقه ويسعده،
هذه بداية الانطلاقة، طلوعه من إبراهيم بداية الانطلاقة، وحنا والله إنه فاقدينه، وهو له فقده وله وزنه وله ثقله في البرنامج وخارج البرنامج، والله إنه يسعده ويوفقه. هذا اللي عندي. اللهم آمين. اللهم بإذن الله مشاعركم توصل حسان ويشوفكم حسان الآن ومعجب فيكم ويماريكم. الحين بنبدأ الفقرة يا أخوان، نبغى هدوء أولاً شيء جمهورنا الكريم. الفقرة ما جهزت كلياً، صار عندنا مشكلة البارح في دولاب الصناديق، فنوعدكم نعوضكم بإذن الله الأسبوع القادم بدولاب الصناديق ودولاب الحظ وصندوق الحظ الأكبر. نبدأ يا أخوان من عبد الله عبد الرحمن، ونتمنى اللي شفناه في البرايم ما يتكرر. أنتم السعد. أعطونا الأسئلة. مرحبا مليون. هلا يا حبيبي. كم سؤال؟ بيجيك سؤال واحد. كم عليه؟ عليه 400 نقطة. مستعجل أنت على النقاط. بإذن الله أن كلكم بتجاوبون اليوم. بإذن الله إن شاء الله. جاهزين؟ يلا. أعطونا السؤال الأول عبد الله. وركزوا لي على المسرح وأي حركة، أي التفاتة، أي كحة ثلاث مرات قل لي عنها. يلا أعطونا السؤال. سؤالك يا حبيبي يقول: بقيادة من تم فتح الأندلس؟ طارق بن زياد، موسى بن نصير، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن المهلب. أعطي خيارات. خيارات: طارق بن زياد، موسى بن نصير، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن المهلب. كم معي الوقت؟ قدامك باقي لك 15 ثانية. راحت الوقت معك. موسى. ثبت. ثبت. ثبتولي على موسى بن نصير. لا، بن عبد الملك. ثبتنا. خلاص راحت عليك. بس اقول لك اثنينهم غلط. معوض يا حبيبي، شكرا لك يا عبد الله. معليش عبد الله القحطاني. لا استريح انت، انت مشاركتك استريح، لا تغير، اجلس. اتمنى ما حد يطلع. عبد الله القحطاني، فهد القحطاني. جاهز يا فهد؟ يلا اعطونا سؤال فهد يا اخوان. من صاحب مقولة مجبرا اخاك لا بطل؟ علي بن ابي طالب. من صاحب مقولة مجبرا اخاك لا بطل؟ علي بن ابي طالب، عمرو بن الخطاب، عمرو بن العاص، معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا. ركز معي يا فهد، الوقت يمشي معك 20 ثانية. وش الإجابات؟ علي بن أبي طالب، عمرو بن الخطاب، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. عينك يا فهد، وصدولي على أي فهد أي عمر حركة. عمر من؟ أبي طالب. عمر من؟ أبي طالب. عمر بن الخطاب. عمر علي بن أبي طالب. ثبتول على علي بن أبي طالب. للأسف إجابة غير صحيح. ماشي عمر بن عمر. طيب قلت شكرا عمر. شكرا لك، اجلس. عمر احسب من أبوه بالخطاب. هذا اسمه عمر بعد، مو بعمر، ما أدري وين جبت عمر. هايض. يلا جاهز؟ نبي صوت يا الربع، صوت يا أخوان. اعرفوا هذه مسابقات نقاط فيها مهمة، والصوت ما نبيه. عبد الله العلياني لو سمحتوا هدوء، اي صوت بيأثر على اخويك بيخسر 4 نقاط، ممكن تأثر عليه في البرايم السبت القادم. اعطونا سؤال عايض. من قائل مقولة جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة؟ مسلم بن عقبة، معاوية بن ابي هشام، خالد بن الوليد، القعقاع بن عمرو التميمي. خالد. صوت حاتم، ركز معي، اي صوت في المسرح خصم.
ما هو قايم مره قومي عينك هنا يا عايد. خالد بن الوليد. ثبت. ثبت. ثبت لي على خالد بن الوليد. أعطونا إجابة عايد. سهل يا عايد 400 نقطة. استريح. محمد المطيري. أعطونا سؤال محمد. نشوف سؤال محمد ايش؟ ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ العراق، الحجاز، الشام، افريقيا. افريقيا والحجاز مستحيل. يعني واحد يا ثلاثة. الإجابة عندك. عباسية، أموية. أنا أقول العراق. ثبت. الحجاز وافريقيا مستحيل. ملخبط بين العباسيه والامويه لكن بقول العراق. نثبت على العراق. ثبتوا لي على العراق. ليش قلت العراق؟ لان العباسيه والامويه هي بين ثنتين يا العراق الشام نفس ال... احنا نتكلم على الامويه ما نتكلم على العباسيه. مستبعده ها؟ احنا نتكلم على الامويه مو العباسيه. اي بس هي ثنتين في العهد الاموي العباسي. طيب كلهم انا لخبطت بينهم هي العراق الشام. طيب أعطونا إجابة أراك. محمد نشوف. للأسف الشام معوض يا محمد. يلا سلطان. كيف تعيد السؤال فهد؟ هدوء يا شباب. طيب أعطونا سؤال سلطان. سلطان سؤالك يقول أول مدينة أصبح والياً عليها الحجاج بن يوسف الثقفي؟ خراسان، العراق، الحجاز، الرملة في فلسطين. العراق. الوقت معك والإجابة عندك. العراق. مثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على العراق. طيب تذكر وش خطب فيهم الحجاج؟ ها؟ خطبة الحجاج. والله ما أذكر. مشهورة. إني أرى رؤوس أينعت وحان وقت قطافها. إجابة صحيحة. طيب أعطونا فؤاد. قري يا روحي قري. قري عقلي. العقل العقل. يلا أعطونا سؤال فؤاد يا أخوان. كلمة كاراتيه هي كلمة يونانية، صينية، كورية، يابانية. صوت يا شباب. كلهم نفس الشكل من يعني أختار. طيب. صوت يا شباب اخصم لي على اللي أي واحد يتكلم حاته. فؤاد عينك معي لو نظرت مرة ثالثة هناك لأنك نظرت مرتين الثالثة ثابتة. أبشر. طيب بسم الله توكلت على الله. يابانية. ثبت. ما أدري. أعطونا إجابة فؤاد. إجابة العب يلا فيصل. يلا يا فيصل أعطونا سؤال فيصل بن شداد. سؤالك يا فيصل يقول كم عدد الحجج التي علقها مارتن لوثر اعتراضاً على الكنيسة؟ 80. عينك معي. 85. 90. 95. معلش هذا السؤال. كم عدد الحجج التي علقها مارتن لوثر اعتراضاً على الكنيسة؟ 80، 85، 90، 95. شرح للسؤال بس اللوحة. إيه؟ واضح السؤال. كم عدد الحجج التي علقها مارتن لوثر اعتراضا على الكنيسة؟ 85. ثبت.
اعطونا اجابه فؤاد. فيصل للاسف يا فيصل اجابتك خاطئه. فؤاد صوتك لا يطلع. طيب عطنا متعب. اهلا يا متعب، اعطوني سؤال متعب على الشاشه علشان الوقت يا اخوان. سؤالك يا متعب يقول: ما مسمى الحديث الذي نقل عن شخص واحد؟ المتواتر، الصحيح، الغريب، الموقوف. هذا السؤال انت ابشر. يقول: ما مسمى الحديث الذي نقل عن شخص واحد؟ لا متعب لا تطالع، ترى مرتين طالع. المتواتر، الصحيح، الغريب، الموقوف. الغريب. مثبت؟ ثبت، الوقت راح. ثبت على الغريب. شو تتوقع اجابتك صحيحة ولا؟ نقول ان شاء الله. اعطونا اجابة متعب. اجابة صحيحة. تعال يا عبد الله. استريحوا يا اخوان، استريحوا والتزموا بالهدوء. مرحبا يا عبد الله، سؤالك يا عبد الله يقول: ايش قال؟ كم مدة حكم الدولة العباسية؟ 540 سنة، 524 سنة، 534 سنة، 544 سنة. اها يا عبد الله خذ وقتك، معك 20 ثانية. شكلها رمعة ترمع. 544 تراها رمعة. رمعة رمعات هذه أحيان توديك في خبر كان. أعطونا إجابة عبد الله. للأسف يا عبد الله إجابة كانت خاطئة، إن شاء الله تعوضها في الحلقات القادمة. علي ابن مناحي، ريان جاي متأخر لذلك راح يكون الأخير. أعطوني سؤال علي ابن مناحي. سؤالك يقول: ما هو اسم جنكيز خان الحقيقي؟ هولاكو، جيوك، تيمجون، أوغلو. تيموجين. تيموجين دويشو ما أدري. إجابة عندك طال عمرك، عقب ما تجاوب نجاوب. يجيبون لي خان باكستاني، باكستاني خان ولا ما أدري. السؤال واضح يا علي والوقت معك. ما هو اسم جنكيز خان الحقيقي؟ هولاكو، هو شو مسوي؟ طيب وش مسوي؟ تيموجين أوغلو، قائد التتار. وشي؟ قائد ايش؟ المغول. ثواني ثبت. الثاني ثاني جيوك. طيب ثبتوا لي على جيوك. للأسف يا علي إجابة خاطئة. حد يجيب لي ذا ما أدري إيش هو. تعوضها. أخوان ما حد يعرف جنكيز خان؟ والله ولا سمعت بجنكيز خان؟ معوض يا علي. زيادة بن شري. طيب صوت يا شباب، نلتزم بالهدوء، قليلا من التقدير لو سمحتوا. السلام عليكم. تسعد. سؤالك يا زياد يقول، اعطوني سؤال زياد. سؤالك يقول: من اول من ركب الخيل؟ ول اسماعيل عليه السلام، سليمان عليه السلام، داود عليه السلام، يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام. ثبت. الوقت معك يا زياد. داود عليه السلام. ثبت. ثبت لي على داود. للأسف يا زياد إجابة خاطئة، إسماعيل عليه السلام. معوض زياد. عطوني مشرف. والله أنا مرحبا يا مشرف. عاد أنت خيال زياد، مفروض تعرف هالمعلومة. مشرف مو مشرف. مشرف مرحبا ومسهلا. هلا والله. صوت يا شباب. صوت. والله يا اخوان ما ودي اخصم، والله يا الربع ما ودي اخصم. هذه اسئله ممكن تودي خويك في خبر كان في ابراهيم يا اخوان.
النقاط هذه 400 نقطة هذه بتساعده، لذلك بنلتزم كلنا بالهدوء. طيب اعطوني سؤال مشرف. سؤالك يقول: ما هي أعلى قمة في العالم؟ التبت، جبال طارق، إيفرست، جبل ماكالو. ما هي أعلى قمة في العالم؟ أربع ثواني. إيفرست. إيفرست. متأكد من هالإجابة؟ إن شاء الله. طيب أعطونا إجابة مشرف. إجابة صحيحة مشرف، تستاهل 400 نقطة. محسن سبيعي. مرحبا يا محسن. أعطوني سؤال محسن. سؤالك يا محسن يقول، وش يقول يا أنس الميموني؟ طيب أعطوني سؤال محسن. سؤالك يا محسن يقول: من أول من وضع الأرقام على البيوت في الإسلام؟ معاوية بن أبي سفيان، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. عثمان بن عفان. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وللأسف كل الأسف إجابة خاطئة. معوض محمد بن فهد. أعطوني سؤال محمد يا أخوان على الشاشة. سؤالك يا محمد يقول: كل كم سنة تأتي السنة الكبيسة؟ كل سنة، كل ثلاث سنوات، كل أربع سنوات، كل سنتين. السنة الكبيسة. كل أربع سنوات. أثبت. ثبت. ثبتوا لي على الإجابة ولا تعلنونها. للأسف يا محمد فهد إجابتك صحيحة. جهزوا لي سؤال عبد الله يا اخوان عشان الوقت. سؤالك يا عبد الله يقول، اعطونا السؤال على الشاشة. ما هي اقوى عضلة في جسم الانسان؟ العضلة الماضغة، عضلة الساق، عضلة الترقوة، عضلة الرقبة. الترقوة. الوقت معك يا عبد الله. الثالثة. هذا بالله اللي طلع الصوت من هو. الثالثة يا ابو محمد. الثالثة. ثبت على الثالثة. الترقوة. روح. ثبتوا لي على الترقوة. للأسف إجابة خاطئة. يا اخوان مين اللي طلع الصوت قبل شوي؟ نبي التزام بالهدوء. سؤال. أعطوني سؤال عبد الله. سؤالك يا عبد الله يقول، أعطوني سؤال عبد الله على الشاشة. كم عدد السنوات في القرن الواحد؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة. حاسب بالله ركز لي على اللي جاوب في الكراسي واخصم لي عليه وغير لي السؤال. ركز لي على اللي ذا وعطى خصم قوي اللي طلع الإجابة. غير السؤال. السؤال ذا ما سمعت شيء. أنت ما سمعت، أنا سمعت. أبشر. غير لي السؤال واخصم خصم قوي. طيب أعطونا السؤال الثاني لعبد الله. بماذا تلقب سلطنة بروناي؟ دار السلام، دار النعيم، دار الخلود، دار الأمان.
اخوياك خربوا عليك. هذا اللي انا اصيح منه قبل شوي. يلا معك وقت. براوني ذي براواني وش بروناي. مسلمين هم ولا كفار؟ مالك خص بهالموضوع حق، عطني الاجابه. دار السلام. ثبت ثبت. اكتب لي على دار السلام. اجابتك صحيحه. ناصر المري. يا مرحبا يا ناصر. اعطوني سؤال ناصر يا اخوان. اعطوني سؤال. يلا بسؤال سهل. سؤالك يا ناصر يقول: ما هو اصغر مضيق في العالم؟ مضيق فلوريدا، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، مضيق البسفور. اصعب سؤال في حياتي يا ها يا ناصر. الوقت معك. وش تقول؟ خذ وقتك. ما هو أصغر مضيق في العالم؟ مضيق فلوريدا، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، مضيق البسفور. عطني رقم اثنين. طيب ثبت على مضيق باب المندب. للأسف يا ناصر إجابة خاطئة. معوض يا ناصر. خالد. أعطوني سؤال خالد يا أخوان. نلتزم بالهدوء. عليكم السلام ورحمة الله. صوت يا شباب. سؤالك يا خالد يقول: من لقب بداهية العرب؟ علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. عبد الله. ثبت 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 لي على عبد الله بن الزبير. عندك معلومه ولا رمعه؟ ان شاء الله نقول معلومه، يعني ما هي رمعه. ان شاء الله انهم. يا سلام عليك يا خالد، للاسف اجابه خاطئه. طيب اعطونا مبارك. مرحبا يا مبارك. طيب سؤالك يا مبارك يقول، اعطوني سؤال مبارك على الشاشه. في اي قاره تقع قمه إيفرست؟ افريقيا، اسيا، اوروبا، استراليا. إيفرست. اوروبا. ايش اخترت؟ اوروبا. مثبت؟ ثبت. ثبت على اوروبا. معلومة ولا رمعة يا مبارك؟ والله رمعة. رمعة. رمعات احيانا ما تودي ذي. اعطونا على الاجابة يا اخوان. للاسف اجابة خاطئة، تعوضها ان شاء الله الاسبوع القادم يا مبارك. ايفرست هي اللي قبل قمة ايفرست تقع في اليابان اللي هي في قارة اسيا يا اخوان. يلا يا حمد. مرحبا بك. اعطوني سؤال حمد على الشاشه يا اخوان. ماذا يسمى الرقم العلوي في الكسر؟ البسط، الاس، المقام، الجذر. ماذا يسمى الرقم العلوي في الكسر؟ المقام، الجذر. الوقت معك يا حمد. يا البسط يا المقام. خمس ثواني. البسط. مثبت؟ ثبت. ثبت لي على البسط. للأسف يا حمد إجابة صحيحة. صدق؟ تستاهل يا حبيبي 400 نقطة. طيب سالم. مرحبا بك يا سالم. نذكر مشاهدينا الكرام. صوت يا شباب. نذكر المشاهدين الكرام.
نذكر مشاهدينا الكرام في سحب نهاية الفقرة على 300 نقطة، اكتب اسم متسابقك المفضل وبدون سلاسل، بدون سلاسل عشان ما تخربون عليه. أعطوني سؤال سالم. سؤالك يا سالم يقول: ماذا يسمى مربي الخيل ومروضة؟ راعي، مراقب، سائس، سائق. حاتم انت مركز لي على الكراسي بس. الحسابة بتحسب بس. تمام هذا اللي هنا. يا سالم. ثلاثة. والله ما بداري بس انا اخترت ثلاثة وتوكلنا على الله. ثبت لي على سائس. رمعة ولا متأكد من الإجابة؟ ها؟ رمعة ولا متأكد؟ لا والله انها رمعة. صدق. أحيانا الرمعات تصيب ترى. أعطوني الإجابة. إجابة صحيحة. يا أخوي. سم. الله يجعل يومي قبلك. أهم شيء السلاسل، كلمهم يمنعون من السلاسل ذي. جمهوركم يبي يخرب عليكم وكيف مع الجمهور ان شاء الله ما يخرب يزيدكم جعلك تسلم لذلك منعونا من السلاسل يا اخوان فكونا الله يطول عمرك محمد طلعت طلعت شافي مرحبا يا شافي اعطوني سؤال شافي ونلتزم الهدوء يا اخوان سؤالك يا شافي يقول وش يقول وش يقول في أي عام تم صلح الحديبية؟ السادس من الهجرة؟ اخصم لي على فؤاد يا حاتم. السادس من الهجرة، الثاني من الهجرة، الرابع من الهجرة، الأولى من الهجرة، الأول من الهجرة. السادس من الهجرة. ثبت. ثبت. ثبت لي على السادس من الهجرة. إجابتك يا شافي صحيحة صحيح 400 نقطة مرحبا يا كحيلان مرحبا الله يسترنا مرحبا يا عبد الله أعطونا سؤال عبد الله يا أخوان سؤالك يا عبد الله يقول ما هي أول معركة بحرية في الإسلام؟ عين جالوت، نهاوند، ذات الصواري، خيبر. عين جالوت. مثبت؟ ثبت لي على عين جالوت. هذه رمعة ولا عندك معلومة متأكدة؟ العلم عند الله. يعني رمعة. تقريبا. أعطونا رمعة عبد الله وش تقول؟ للأسف خاطئة يا عبد الله. يعطيك العافية. معوض يا حبيبي. مرحبا يا ريان. أبيك. أعطوني سؤال ريان يا أخوان. سؤالك يا ريان يقول ماذا يطلق على أول الليل؟ سواد، غسق، ظلمة، فلق. سواد. ثانيتين سواد سواد رمعة يا ريان ولا متأكد شبه شبه متأكد للأسف يا ريان إجابة خاطئة معوض الأسبوع القادم والله داري نلتزم الهدوء يا أخوان الآن الكل طلع واللي ما حصل درجات بإذن الله نقاط يحصلها في الأسبوع القادم سم أنت قلت علي بن أبي طالب لا لا بعدين قلت عمر أي قلت عمر أنت قلت أنا قلت عمر صل على النبي أنت قلت عمر بن أبي طالب عمر بن أبي طالب والإجابة عمرو بن العاص أنا ما أعرف أبوه احسب بن أبو طالب عمر
بس انا اعرف ان عمرو قلنا عمرو بن الخطاب خطا لا لا راجع طالب خطا راجع راجع يا محمد باذن الله مراجعين ما حد يروح له حق تاكدوا في القناه هنا في الكيان برنامج مراجل ما حد له حق يضيع ابدا اذا لك حق بتاخذه طال عمرك واذا كان لك حق في فقرة محمد المسردي خاصة بتاخذه من محمد المسردي منه شكرا يا حبيبي طيب يا اخوان نهاية الفقرة الله يرحم والديكم نهاية الفقرة نبي نسحب على الهاشتاج وبإذن الله ما في سلاسل تبون على 3 اشخاص ولا على 6 ما سمعت ناصر بعد لا بيطلع انجل يلا يا اخوان لبيك السلاسل انك تكرر الاسم في تغريده واحده حط هاشتاج مراجل 11 واسم الشخص مره واحده لبيها ناصر باذن الله هذا الجمهور يا جمهورنا الكريم يا جمهورنا العزيز يا تاج روسنا يا الاساس في كل البرامج على قناه الواقع انتم الاساس السلاسل تخرب على المتسابق ما نقدر نسحب ويعلق الجوال لذلك اكتب اسم الشخص في هاشتاج مراجل 11 مره واحده لا تكرر الاسم أكثر من مرة طيب سم اي نعم طيب نشوف الهاشتاج أحلى تحية الوازع الهشال الموجود في الإعداد مساك الله بالخير يا أبو ناصر منور الدنيا طيب ندخل الهاشتاج يا أخوان ونسحب قلوا لي وقف 1 إذا تقدر إذا تقدر ذا كان زمان لو 1 2 3 العلي السعدي طيب قولوا لي وقف المتعب بالرقعان يلا قولوا لي وقف لا مكرر قلوا لي وقف يا أخوان تعبت طيب فهد بن محمد طيب قلوا لي وقف محمد بن فهد سهل طيب نختار دقيقة يلا قلوا لي وقف طيب غير الحساب مو مكرر المتعب بالرقعان قلوا لي وقف لا مكرر قلوا لي وقف الريان الساهري ساهر راح الآن كم نقطة يا أخوان لا راح 5 اسماء ولا بقى واحد طيب نحدث ها هنحدد ها أنا ناصر 1 2 3 مكرر طيب 1 2 3 أنس الميموني يا أخوان أنس مقدم إيش فيكم ركزوا طيب 1 2 3 مشرف استاهل لبيك أبشر نستريع يا أخوان في الختام إن شاء الله أنها كانت فقرة خفيفة لطيفة عليكم جمهورنا الكريم شباب أنت في الإرفيز مشاكل في الإرفيز موجود فيه سلطان بن دويع اسمه مثل الدوسري أكيد مشاكل يا أخوان خلنا ننزل الإرفيز في الختام يا أخوان إن أصبت فمن الله وحده لا شريك له وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان كان معكم أخوكم محمد المسردي إلى اللقاء حتى ألقيكم الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعشق المراجل نعشق المراجل ولو إنها تتعب نعشق المراجل ولا به مجامل ولا به مجامل تنام
فوز على الاول ولا به مجامل ما هي بي شاشه ما هي بي شاشه هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشه عشق المراجل عشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل شاب ضوه دعا ربعه الغالين من شاب ضوه على الاول ولا به مجامل ما هي بي شاشه ما هي بي شاشه هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشه عشق المراجل عشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل شاب ضوه دعا ربعه الغالين من شاب ضوه تنافس على الاول ولا به مجامل ما هي بي شاشه ما هي بي شاشه هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشه عشق المراجل عشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل شاب ضوه دعا ربعه الغالين من شاب ضوه واحد يمسك
طلع اللحم مرة من العظم. هذا زين. تصرف. اللي تبون. سوون مقلقل. اي والله ما شيء بيوصل المطبخ. ما في سكين ثانيه. ها؟ الا في سكين ثانيه. الا في سكين ثانيه. شوف السكاكين.